طعمية المصرية، جبنا فول 300 جرام بننقعه في الماء أقل شيء 6 ساعات، بعد 6 ساعات نتخلص من الماء ونوضعه في محضرة الطعام. الخضار هي اختيار، أنا وضعت بقدونس وثوم وفلفل أخضر، ممكن نوضع الكزبرة الخضراء. التوابل: مسحوق الكزبرة معلقة كبيرة، وكزبرة كاملة معلقة صغيرة، وملح معلقة صغيرة، بكربونات الصودا نص معلقة صغيرة، وبيكنج باودر نص معلقة صغيرة، وكمون معلقة صغيرة، وفلفل أسود قليل يعني أقل من ربع معلقة صغيرة، وبنطحنهم مع بعض. ولكن إذا احتاجت ماء بنوضع لها قليل جدا من الماء إذا احتاجت، وبنقليهم. هيك أصبحوا جاهزين. يكون الزيت لازم يكون حامي الزيت. في عندي أكثر من 500 وصفة صحية، المهتم بالغذاء الصحي يشترك حتى يوصلكم كل جديد. ممكن نشويهم شوي أيضا. وتحياتنا لمصر أم الدنيا. في أمان الله.